افتتح مشاريع، كان بيغادر البلاد ها ويجتهد، وفي عز الجو كارث البرد الحد الشديد البرودة، بس ما حدش بيقدر وما حدش بيحس، كل واحد بيقول انه هذا للنفس. وبوس سيادة الرئيس اعظم عظماء رؤساء العالم، واعظم واقوى اقوياء رؤساء العالم، لانه انت عندك ولاد فعلا؟ اه انا عندي ولد واحد نور الدين مبارك، رايح اقول اعدادي. نور الدين مبارك؟ بس انت اسمك سهير رجب. ما ده رجب ده هو عمي، هو اللي مربيني يعني مسماني على اسمه، بس انا في الحقيقه سهير مبارك. حتى حاليا موجوده ومطابقه تماما، ومن نفس فصيلة بابايا سيادة الرئيس مبارك في النزهه عند حضرتك. انت تعرفي فصيلة دم الرئيس السابق حسني مبارك؟ لا هو رئيس حالي، عمر ما كان رئيس سابق، لانه ماسك الحكم من زمن طويل بعيد. انت ما تعرفيش انه ما بقاش في الحكم؟ ازاي في حكم؟ هو مش في الحكم خلاص. لا في الحكم، موجود في الحكم، والرئاسه اتردت له. اتردت له؟ مين بقى؟ مني انا شخصيا. انت بقالك كام سنه هنا؟ انا بقالي 12 سنه في المستشفى مخطوفه، ومحدش يعرف عني حاجه، واللي خطفوني ناس يهود وناس غنيين. شفت العذاب والالم وعلى ماي هيلث از فيري جود، صحتي سليمه. اتعلمت انجليزي فين؟ انا كنت مدارس لغات. انت مدارس لغات؟ انجليزي كويس. اه بجيب باب الترانسليشن ترجم. ترانسليشن؟ بجيب باب الترانسليشن ترجم، بترجم، بعرف اترجم. بتعلم؟ اه بتعلمه. وخريج معهد فرنساوي. كانت مدام جانيت كانت بتدرس لي في معهد فرنساوي. بتعرف تتكلم فرنساوي؟ انا معايا بكالوريوس تجاره وخريج كليه الطب دكتوره. بس تخصص بقى اطفال. انت بكالوريوس تجاره وايه؟ شعبة مالية. ومتخرجة كلية الطب؟ اه ليصاص طب، تخصص طب اطفال. تعرف تتكلمي فرنساوي؟ اه. قولي لي اي حاجة. داكور يعني موافقة. جوسي دوري دغي امي دو فرانس. انا احب فرنسا. مش امي ام امي. انا الامنيه الوحيده اللي طلبها من بابا سيادة الرئيس ان انا اخرج من المستشفيات واقعد في بيتي. ليلي انت قلتي انا زعلانه عشان انا بخرج كل يوم وباجي المستشفى تاني، والعيانين بيجوا ورايا في بيتي. دي حاجه فيري سترينجر، حاجه غريبه جدا ان العيانين كل يوم يجوا بيتي وانا مش عايزاهم في بيتي، لانهم مهملين في بيتي وانا ما قلتش العيانين هم يجوا. مين العيانين بيجوا بيتي؟ العيانين موجودين في هذا المكان كل يوم. ايه وبيطلعوا ازاي؟ من اخويا بيجي ياخدني كل يوم بالليل، وبقف على المسرح كل يوم، وبروح بعدها بيتش بيتش. انا جوزي سيادة رئيس السول الامريكي بشرى بعفوا برضو، انا اخدت، انا اقصد بالتحديد يعني مع العفو، ان اخدت الرساله بتاعتي ماجستير والدكتوراه من امريكا. زي اسمك ايه؟ سهير. سهير مبارك. سيك مبارك ده سهير. انت كل يوم بتروحي وزعلانه انك بتيجي المستشفى بالليل؟ انا صحتي سليمه، باخد علاج وانا عاقله وصحتي سليمه، والعلاج ده مش ليا خالص، والدكتوره كشفت على العلاج وقال انت ملفك بيقول فعلا انك عاقله، لما انت لو مش عاقله ما كناش هنصور معاك. اه ولا يعني ملفك وانا اي ام بريجننج. من فعلا؟ اه والله انا متجوزه بشار الاسد ملك سوريا وحامل كل يوم، ونتناشى كل يوم عندي، وهم كل يوم التلات حاكمات دول، هؤلاء التلات حاكمات العظيمات كل يوم عندي. ما تحاوليش يا مس نشوى، ارجوكي فروم بليزر يو، ما تحاوليش يا استاذ نشوى. انا لو بتخيل حاجه او بتهيألي حاجه ها ما كنتش اتكلم مع حضرتك، كان يبان عليا ان عدم عقلانيتي، لكن انا بتكلم بتوازن ورزانه وهدوء عقلانيه. فين بقى المصاف الشخصية؟ حضرتك تلاحظي من كلامي ده، هي قاعدة تثبت عليا مرض مش فيا عشان تبعد الشبهة عنهم ان هم بيدوني علاج وانا صحية سليمة، ودي مسؤولية عليهم ان هم يدوا علاج لبنت رئيس دول وصحتها سليمة وعاقلة العقلاء وما بتشتكيش من اي مرض، مسؤولية عليهم. وهي مش قادرة تعترف انها خاطئة حقي يوم ودتني علاج نفسي.
تاخدي ايه، برشام ولا حقن ولا؟ باخد برشام. يعني انت بتروحي كل يوم بالليل يا سوية؟ كل يوم يوميا افري داي. طيب ما انت زعلانه ليه بقى؟ ما انت بتروحي كل يوم بالليل اهو تقعدي مع ما انا بقى اللي بيروح من مكان من المستشفى بيروح بقى بيقعد في بيته. انا بروح كل يوم المستشفى وارجع بيتي ومن بيتي على المستشفى، كل يوم على المستشفى. طيب وليه يعني؟ ما انا صحيه سليمه، ايه الداعي؟ ايه اللازم؟ عايز تقعدي في بيت ما تجيش يعني؟ اه ده طبعا اصرف على اولادي واربي اولادي واكبر اولادي واعلمهم. ولادك معاكي في البيت؟ ايوه في البيت. جوزك في البيت. جوزك اللي هو مين بقى؟ مشهور اسد ملك سوريا. ده في البيت؟ في القصر. انت بتروحيه بالليل؟ بيجي ياخدني كل يوم افرض يوميا. مشهور الاسد بيجي ياخدك كل يوم؟ اه بيجي ياخدني كل يوم. هو تعبت في مرض، هو تعبت في وانا ما عنديش مرض ولا ما عنديش اي تعب، كل تعبي ها قعدتي في المستشفى هنا تعباني اشد التعب، تعباني اشد الغايه في التعب، تعباني درجه مؤلمه شديد الالم، شديد الالام. هي كلامي دل حضرتك ان انا على ولا كريزي؟ ما حدش قال انك كريزي. الحمد لله الانسان بكل انسان بيتكلم. تعبانه يا سوي؟ مش تعبانه، I'm not tired. انا مش تعبانه. You're not tired, you're ill. You're sick. I'm not sick. My health is very very good. Believe me, I'm very right. You're right. Believe me, I'm very very right. Believe you, I believe you. والله ان انت متهيألك انك كويسه، بس انت يعني ان لو قعدت ببيتي هتبقى صحتي حلوه وسليمه، ان كل علاجي عصاير وفيتامينات ليس اكثر ولا اقل. عايزه ايه؟ بتتمني ايه؟ بتمنى ربنا يقوم بالسلامه واولد. انا لو منك تقولي ربنا يشفيني. يشفيني من ايه وانا مش تعبانه؟ ربنا يشفينا كلنا، يا ربنا يعافينا ويعفي عنا كلنا. يمكن لما تقولي ربنا يعفيني ويعفي عني انت يعني ربنا يسمعك ويعملك اللي انت عايزاه. سميع بصير. صب قولي بقى ربنا يعفي عني ويشفيني. ربنا يعفي عن الكل ويشفي الناس، كل الناس المرضى. اما الانسان انا موافقه على الكلمه دي جدا، يا رب يشفي كل الناس المرضى اللي جوه وبره، عشان اللي بره اكتر من اللي جوه على فكره. وربنا يا رب يوفق الجميع وينصركم والله فلا غالب لكم. وربنا يا رب يوفق بابا السيد الرئيس حسني مبارك ملك وامبراطور رئيس البلاد، ويجعل دايما خطاه في الاعلى وفي القمه وفي الشموخ وفي العلا، ويجعل دايما بخير ووفقوا المسيرة خطاه بالسعادة والحب والخير والأمن والسلام. أكتب حاجة طبعا أخرج مع أخويا ساعة ساعتين كده، أخرج وما أرجعش المستشفى تاني والعلاج يتوقف عادي، لأن العلاج حقيقي حقيقي حقيقي. هلك صحتي ما أقدرش، مش قادر أقول لحضرتك هلك صحتي إزاي. أنا ما أخلص بقالي 12 years 12 سنة 12 سنة ما أخطب. عندك كم سنة؟ أنا عندي حاجة وعشرين. السن بقى يعني السن ده ما كل واحد بيحب يحتفظ سنه بسنه نفسه. هنقول لهم يحاولوا يروحوك.